عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، نتمنى تكونوا بخير. اليوم كما تشوفوا بغيت نشارك معكم الحرشة نتاع السميدة، تتجي رائعة نتاع الزنقة اللي تتباع في المحلبات، تتجي زوينة بزاف والمقادير ديالها بسيط، تتواتى مع العسل والجبن ولا زيت البلدية على حسب كل واحد الشيء تيعجبو، تتجي رائعة. وانا حضرتها بالحليب، ممكن تحضرها بالماء، تتجي مع الحليب وتتجي مع الماء بحال بحال، تتجي باش ما حضرتوها تجي رائعه، تجي بحال هذيك اللي تتباع في المحلات. تنتمنى تنال اعجابكم، غادي ندوز نحضرها معكم مشاهدين الكرام. بسم الله على بركه الله، لتحضير هذه الحرشه غادي نحتاجوا السميده. انا درت كيلو الا ربع نتاع السميده، السميده الرقيقه نتاع الحلوه، وغندير جوج خمارات من وزن 7 غرام، خمارات نتاع الحلوة، وغندير جوج معالق نتاع سنيدة، وغادي ندير الملح على حسب الذوق، الملح على حسب الذوق، وتنخلطو السميدة ديالنا مع جوج خمارات وسنيدة والملح على حسب الخليط، وتنديرو كاس نتاع الزيت المائدة، وغنبسبسها مزيان، غادي نبسبسها مزيان مع الزيت. هاد الحرشة تجي زوينة، تجي بحال ديال الزنقة، تجي رائعة، ومكونات ديالها بزاف، تنبسبسوها مزيان مع الزيت وسنيدة، جوج معالق نتاع سنيدة، جوج خمارات من وزن 7 غرام، والملح على حسب الذوق، تنبسبسوها مزيان. كاين لي تيبسبسها مزيان مع الزيت وجوج معالق السنيدة وخمارات وتيخليها تبات، ولكن أنا بغيت نشاركها معكم، بغيت نبسبسها وغادي نخليها غير واحد 5 دقايق، كاين لي تيخليها هكا ليلة كاملة، تتجي رائعة، تتجي زوينة بزاف. وغادي نقص فيها واحد شوية باش نرش المقلة، تنقصو واحد شويه في الخليط، وتنعجنوها بالحليب على حسب الخليط، والحليب على حسب الخليط، تنخليوها تكون جاريه شويه حتى تشرب الحليب. غادي نخليها واحد 5 دقائق ونصيبها في المقله، وتنرش المقله بداك الخليط اللي نقصنا، الخليط نتاع السميده اللي نقصت، تنرشو بها المقله، دابا فاش تنخليها 5 دقائق دابا غادي ندوز نطيب الحرشة، وتنحطوها في المقلة، تنحطها في المقلة، وتنكرصها واحد شوية في المقلة، تنحطوها مباشرة في المقلة وتنكرصها، وتنرشوها بواحد شوية نتاع السميدة اللي نقصت، اللي نقصت من الحرشة، تنرش بها الحرشة، وتنقادو الحرشة ديالنا، تنحاولو نقادوها تجي مقادة،
نحيدوا البلاصه نتاع السبع بالطريقه بلاص باش بلاصه باش كرسنا تنحيدوا. وغادي نبدا فوق البطاطا نقص العافيه تكون عافيه مهيله. تنحطها فوق النار مهيله تنخليها تطيب. تنقصوا العافيه وما تنسخنوش المقله تنديرها فيها مباشره. الحرشه ديالنا دابا الا بدات تنشف من الجنب غادي نقلبها الا تنفخات الا طابت غادي نقلبها. الا بدات كتنشف من الجنب وتنفخات من الوسط صافي غادي نقلبوها الجهه الاخرى. وغادي نقلبها بشي طبيصيل باش تحمر في الجهه الاخرى. ملي تحمرت من الجهه من هذه الجهه غادي تعاود تقلبتها من تعاود تحمر في الجهه الاخرى. بعد ما تنسالي الحرشه ديالي تجي على هذا الشكل تجي زوينه بزاف وشيشه. تنتمنى تنال يعجبكم مشاهدين الكرام وما تنساوش تشاركوا في القناه تدعموني باللايك الى عجبتكم. والسلام.